رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل متابعات ومشتركات في الخفاء. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية يا ربي. كما راكم تشوفوا عندي اليوم عندي وصفة خفيفة ظريفة جدا، وصفة خفيفة ظريفة بنينة يحبوها خاصة الأطفال، يموتوا عليها، تنفع كفطور صباح يعني للعشية هكذا للمساء لما تجي عيانة اللمجة للأطفال، اللي هي البانكيك. بانكيك راح نديرو اليوم بالفراولة. كما راكم تشوفوا أنا كنت ديجا درت يعني هذا وين درت معجون فراولة، راح نخلي لكم يعني راح نشوفوه وراح نخلي لكم الرابط تاعو ايضا راح نشوفوه. يعني درته بطريقتين، نقدم طريقتين يعني نرحيه هكذا كميه نرحيها، والكميه الاخرى تقدم هكذا يعني قطع مع العصير تاعهم، تنفع كتحليه ايضا والله هي رائعه. جربوه ولا ما تدري محا، خلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. اذا كما راكم تشوفوا هنايا ما حبيتش نغسل يعني الاخر تاعي، خليته وانا تعمدت باش نخلي هكذا كما راكم تشوفوا هنايا هايليك معجون، شويه معجون هكذا خليته هنا. رايح ندير انا اليوم بانكيك بال يعني الفراوله. كما كنتوا تشوفوا الفراوله هي متوفره يعني في هذا الوقت تاعها، نحاولوا نديروها يعني يعني نوعوا فيها سلطه، يعني نديروا دي تارت هكذا دي جو هكذا هكذا شغل معجون، نديروها تحليه يعني عده اشياء، نديروا حتى في يعني في ليغاتو كيما دي بانكيك في الكريب في عده اشياء. اذا انا نطوش عليكم ندير في حندير في الخلاط كامل. نخلط عندي هنا، ندير الفراوله تاعي اولا. عندي هنايا حبة بيض تكون يعني متوسطة، ماهيش صغيرة وماهيش كبيرة. حبة بيض عندي هنا نصف كأس تاع زيت، تقدروا تستغناو على الزيت، كاينين اللي ما يعني ما يديروش الزيت في الوصفات تاعهم، انا نفضل ندير. عندي هنا كأس كما راكم تشوفوا تاع حليب، انا نفضل في يكون وصفات هكذا ندير حليب تاع البودرة، ماشي تاع الساشيات هذاك زعما اللي يجي شوية مخفف هكذا باش يمد الطعم يعني ولا اروع للوصفه تاعنا. ندير عندي هنا تقريبا ملعقه تاع قهوه فانيليا، عندي ايضا سكر غلاسي دوماج خلاص لي وعجزت باش يعني نرحي، ندير هكذا. رايحه نديرو عندي المعجون وفي السكر حلو، يعني نضيف فقط ملعقه. انا هذا كان طلبته مني بنتي الكبيره، قالت لي ماما ديري لي بانكيك، وكي شفت الفراوله وشغل قلت لي ديري لي بالفراوله، وانا كنت ديجا قررت باش نديرو بالفراوله. كما راكم تشوفوا عندي هنايا كاس معمر تاع فرينه، تعبروا بالكاس لي يعني لي عندكم لي حبيتو. ندير عندي هنايا كما راكم تشوفوا وحده تاع خميره كيميائيه كامله، هذو كامل المكونات تاعي كامل، حليب وزيت وفرينه وخميره كيميائيه وفراوله ويعني وفانيليا، كامل هاد المكونات اللي انا شفناهم مع بعضنا. رايحه نديرهم في الخلاط تاعي يتخلطوا تري بيان، راح نديرهم يتخلطوا مليح مليح مليح، ومن بعد في هذاك الوقت رايحه نغلق يعني نحطهم نديرهم في اناء ونغطيهم هكذا دقيقه ولا زوج ماكسيموم، نروح نبدا نطيبهم. اذا انا ندير الخليط تاعي ورايحه نشوفوا فيما بعد كي نبدا نطيب باذن الله تعالى. وليك اجهز الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا رائع، شوفوا اللون تاعو ولا اروع. كانت يعني هذه يعني وصفه يعني من ابتكاري انا، خممت هكذا باش نديرها. كنت ديجا درت وصفه بال يعني الموز، خليكم الرابط تاع الفيديو اذا كان يعني طبعا ما محيتو. شوفوا حتى اللون، شوفوا كيفاش جا مع المغطى تاع البورتمونجي، سبحان الله والله نفسه نفس اللون. اذا انا راح اخلي الخليط تاعي شويه يرتاح وراح نطيبوه مع بعضنا باذن الله تعالى. هنا هاي ديك المقله تاعي، انا عندي قطعه تاع زبده، من الافضل المقله تكون ما تلصقش، هي ما تلصقش مي باش نتفاداو يعني هكذا نديرو هكذا الذوب هكذا باش البانكيك تاعنا ما يلصقناش، ونبداو نطيبو. يعني نتوما تحبوا ديروا الحبه تاعكم كبيره ولا صغيره، انا حنديرها بالغرف هذا الصغير، حندير غرف يعني راح تجيني وحده صغيره، نتوما تحبوا تكبروا كما حبيتوا يعني لكم الاختيار. اذا نخلي المقله تاعي تسخن مليح وريحه نبدا نطيب. اذا هاني كنبدا نطيب، نديرو غرف نتوما واش حبيتو يعني واش حبيتو
ديروهم صغار ولا كبار نفضل يكونوا صغار عفوا. والنار دائما تكون ناقصه باش ما يتحرقوناش على نار ناقصه. شوفوا انا يعني خليها طيب على الجهه نقلبها ونرجعوا نشوفوا. ومن بعد هنا تلاحظوا بلي شوفوا البانكيك يتثقب لنا كيما البغرير، يعني ماشي يعني ثقبي تاع يعني بصفه تاع البغرير، مي يتثقب لنا اكيد. لما ثقبش يعني الوصفه ما صدقتش. نخليه يثقب بيان. كي نشوفو نشف شوف كامل رايحه نقلبو. هنا شوف اللون تاعها كيفاش يجي يعني بني غامق. هذا هو البانكيك، تجي اللون تاعها هكذا غامق، يعني ما تخلوهمش حتى يتحرقو لكم، كامل عسوهم فقط هكذا، ديروهم يجو حموره هكذا بنيين غامقين هكذا. نخليها طيب على لوطخ كوتي يعني ايضا ترجع بنيه هكذا شويه، وريحه نحيها طبعا ونكمل الكميه تاعي طبعا. هاوليك البانكيك تاعنا ولا فطائر المقلات جهزونا. هاوليك شوف كميه لاباس بها، يعني ديروها تاع يعني في صبحه ولا في عشيه ولا اروع. شوفوا حتى اللون، شوفوا كيفاش جا مختلف. اذا نتوما تحبوا تقدموه باي طريقه حبيتوا، تخلوه هكذا كيما حبيتوا. انا عندي هنايا المعجون، تحبوا ديروه يعني كانت هذه قعدت لي هي الكبيره، كميه الاخرانيه جاتني يعني شويه كبيره، ديروا لها هكذا المعجون كيما لي كخاب هكذا، يعني نتوما تفنوا في التقديم تاعكم، يعني ما نكثروش هكذا فقط. هكذا رايحين تروليوها هكذا راح تجي ولا اروع. تحبوا تمدوها يعني تقدم هكذا ولا رايحين يعني تقطعوها هكذا راح تجي ولا اروع هكذا، مع لمسه فقط هكذا من الفوق هكذا رائعه. بانكيك رولي هذه كفكرة يعني حصرية مني، يعني الواحد يخمم هكذا في أشياء هكذا يعني يبدع بها، يعني يبدعها ويعني يقدمها للأولاد والأفراد تاعو تاع العائلة كما راكم تشوفوا ولا أروع. إذا هنا هكذا رايحة نقسمها وصفة رائعة كما راكم تشوفوا هكذا. الطريقه الاولى هذه اللي تقدموها بها تروليوها وتحشيوها، بما انها تاع الفاروله حشيناها بالمعجون تاع الفاروله رائعه ولا اروع. يحبوها الاطفال ويموتوا عليها. اذا نحطوها هنا. والطريقه الثانيه اذا نحكموا عادي هكذا، نزينوا تزيين بسيط هكذا كما راكم تشوفوا، تزيين بسيط هكذا. يعني التزيين يرجع ليكم نتوما، واش تحبوا يعني واش تحبوا كيفاش تحبوا هكذا التزيين فقط هكذا. نتوما واش حبيتوا هكذا. هذا المعجون اللي كنت خدمته هايليك كيفاش جاء ولا اروع، يتماشى 100% مع البانكيك تاعنا هكذا. وريحه نشبه هكذا بحبه تاع فاروله، تحبات كنت خليتهم على جهه هكذا، تزيين جميل يعني حاجه هكذا، خاصه للضياف يعني ندير لهم حاجه هكذا، ولو انه ما يجونيش انا الضياف مي ليكم نتوما. حبيت نمد لكم فكره، انا هذو حنمد لهم مدهم للاولاد تاعي يعني ولا اروع. شوفوا كيفاش وصفه بسيطه وجميله، كيفاش في الاخير شوفوا خرجت لنا وتتماشى مع المعجون اللي كنت خدمته ايضا في الصباح جاء ولا اروع. ثاني شهيتكم في الجنه ان شاء الله وصفه ولا اروع. يحبوها الاطفال جربوها والله ما تندموا. نوعوا في الفاكهه،
فاكهة اللي يعني حبيتوا ديروها ديروها. إذن إن شاء الله الوصفة تاع اليوم اللي كانت عبارة عن بانكيك بالفارولة بالفخاز تكون إن شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها يا ربي. إذا نتلاقاو في وصفة جديدة من وصفاتي أنا أم محمد والبنات، إلى اللقاء ومع السلامة.